جنبي وقفله انتباه. واحنا بنستعد لبدايه الموسم، تحلم بايه؟ انا شخصيا احلم بلقب السوبر ليج، احلم بلقب السوبر الافريقي، احلم بالوصول للمباراه النهائيه في بطوله كاس العالم. وبعد ما نعدي الترم الاولاني في الموسم اللي جاي نبقى نتكلم في امتحانات الترم الثاني، لانه بالتاكيد موسم صعب جدا، بالتاكيد موسم استثنائي سواء في عدد الماتشات او المباريات او البطولات اللي هياخدها النادي الاهلي في الموسم الجديد. نتمنى ان شاء الله فتره اعداد تكون موفقه، وزي ما قلت لكم حابين نشوف كده منافسي الاهلي على المستوى الافريقي، سواء اللي هيلعبوا معاه في بطوله السوبر ليج او هيلعبوا معاه في تشامبيونز ليج او هيواجهوه في السوبر الافريقي زي اتحاد العاصمه، الوداد، الترجي، سان داونز، بيحضروا للموسم ازاي. وبالتاكيد المنافسه هتكون على مستوى اعلى بكتير جدا من الشراسه من الموسم الاخير. اسمحوا لي ارحب بضيوفي في السادسه، محلل الكره العالميه احمد مصطفى اللي كان عامل مباراه كره قدم عالميه مع قناه النادي الاهلي يوم الاثنين اللي فات. مساء الخير يا احمد، واهلا وسهلا بيك. مساء النور يا احمد، ودايما مبسوط واحنا معاك طبعا. فيعني كانت مباراه عالميه فعلا وكانت حلوه جدا وكانت ناقصاك بصراحه. اللي جايه بقى ان شاء الله. ان شاء الله. بيشرفنا كمان لاول مره في السادسه النهارده ماجد جزر الصحفي بموقع جول. ماجد مساء الخير واهلا وسهلا بيك. مساء نورنا في السادسه. مساء النور يا احمد، شرف كبير ليا ان انا اتواجد للمره الاولى في النادي الاهلي. اتاخرت شويه بس اخيرا الحلم اتحقق، فكرة التواجد في قناة النادي العظيم النادي الأهلي. تشرفنا دايما ونستمتع بيك. خليني أبدأ معاكم بشكل الموسم اللي جاي، اللي أكيد كلنا متفقين أنه موسم واحد هو الأول من نوع، هو الأصعب، هو الأعلى على مستوى المنافسة والأعلى على مستوى البطولات اللي هتلعبها فرقة النادي الأهلي في الموسم اللي جاي. فبالتأكيد موسم استثنائي مع الأخذ في الاعتبار كمان التزامات وارتباطات الكرة المصرية، سواء بطولة أمم أفريقيا، سواء تصفيات كأس عالم، سواء مشاركة الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية. طيب هبدأ معاكم بعض الأخبار المرتبطة بالأندية الأفريقية وأسمع تعليق منكم، وبرضو لو عندكم معلومات أو أخبار عن الأندية دي يهمني أسمع منكم إيه آخر مستجدات. واحد، جماهير الترجي، عارفين طبعا أنه طبعا جماهير الترجي بتجبر معين الشعباني على إعفاء نجمين من نجوم الفريق من التدريبات. هقول لكم تفاصيل خبر، بس خدوا بالكم أنه برضو لازم تحط في اعتبارك انه في صدمه حصلت من جماهير الكره الافريقيه نتيجه مشاركات الانديه الافريقيه في البطوله العربيه. افريقيا خرجت خاليه الوفاض، كل ممثلي القاره الافريقيه ودعوا البطوله، وده بالتاكيد اثار يعني غضب الجماهير الانديه دي، وخصوصا انه كان في فوارق كبيره جدا وفوارق واضحه. نتكلم طبعا على استبعاد محمد امين بن حميده ومحمد علي بن حموده من تدريبات الفريق نتيجه هجوم الجماهير عليهم اللي كانت حاضره التمرين بتاعه الترجي. ماجد، الترجي بيعاني مؤخرا طبعا، احنا شفنا السنه الاخيره مش ده الترجي اللي هم بيقولوا عليه غول افريقيا. الترجي كان بيبقى فريق عنده عناصر افضل من كده، عنده لعيبه اجانب افضل من كده. يمكن مؤخرا تابعنا اخبار نادي الترجي ان هو بدا يغير فكره من ناحيه اللعيب الاجانب، بدا يجيب يبص ناحيه امريكا الجنوبيه شويه. تعاقد مع لاعبين برازيليين وده مش متعودين على الترجي. الترجي من الانديه اللي بتعرف تنتقي كويس جدا اللعيبه الافارقه، ودايما بيصدر لعيبه افارقه سواء لاوروبا سواء حتى لمنطقه الخليج. فدي خطوه جديده من اداره الترجي، قد يكون معاناتهم الفتره اللي فاتت هي اللي خلتهم تفكر بشكل جديد. داخلين على منافسات قويه، داخلين في دوري، داخلين دوري السوبر، فقدوا حتى لقب الدوري السنه اللي فاتت، فقدوا لقب الدوري. هم بيعانوا بشكل كبير جدا، يعني الاهلي كان في نزهه وهو بيلعب الترجي في تونس في دوري ابطال افريقيا، يمكن من أسوأ فترات الترجي خلال العشر سنوات الاخيره. يمكن من 2019 من اخر مره خد فيها اللقب الافريقي احمد، وهو مش يعني انت مع موسيماني كسبت الترجي رايح جاي، مع كولر كولر كسبت الترجي رايح جاي. فواضح ان الترجي بيعاني رغم انه ظهر بشكل جيد جدا في بدايه البطوله او في دور المجموعات، لكن لما جه واجه الاهلي في الادوار الاقصائيه ما ظهرش الترجي بالشكل اللي احنا نعرفه. بص يا احمد، هو الترجي في مرحله انتقاليه، لان هو بدا يعني احنا شايفين حتى في الانتدابات الكبيره اللي هو عملها الموسم الحالي مع معين الشعباني، فباين ان هو بيغير جلده. ان هو مش اكيد الجماهير ومجلس اداره الترجي مش راضيين تماما عن المستوى اللي ظهروا بيه في بطوله افريقيا سواء الموسم اللي فات او حتى المواسم اللي قبل كده. فبداوا يغيروا جلدهم، حتى زي ما ماجد قال ان هم بداوا يبصوا ناحيه امريكا اللاتينيه وبداوا يتعاقدوا مع لعيبه مختلفه. وانا بشوف ان معين الشعباني حتى من ايام وجوده في مصر هو بيميل لمدرسه اللعيبه الموهوبين. بيحب مدرسه اللعيبه اللي عندها كوره كويس.
فهو حتى كان طالب محمد عنتر من اللعيبه اللي كانت موجوده، كان يتمنى اللعيبه الحريفه اشتغل معاه يعني يكون موجود. فبالظبط فهو من مدرسه المدربين اللي اعتقد هيكون مدي الترجي الموسم ده قوه، لان هم اعتقد عايزين يعملوا حاجه مختلفه عن الموسم اللي فات. فتغيير الجلد باين جدا في انتداباتهم، واحنا نيجي نتكلم دلوقتي عن اللعيبه الكتير اللي مشت من الترجي واللعيبه اللي كمان جت. وعلى الميركاتو طبعا، سواء لعيبه رحلت عن صفوف الترجي او لعيبه او صفقات جديده ابرمتها اداره الترجي. طب خلينا نروح للوداد المغربي. والوداد المغربي طبعا واحد من ابرز لاعبي من ابرز لاعبي المغرب عموما يعني في الفتره الحاليه، ويمكن يكون اللاعب اللي بيلعب المحلي الوحيد اللي ممكن يكون بيشارك مع المنتخب المغربي، بما انه اغلبهم لعيبه طبعا او كلهم تقريبا محترفين في اوروبا او مولودين في اوروبا، هو يحيى عطية الله. ويحيى عطية الله كان في كلام كتير عليه في الفتره الاخيره، انتقال من الوداد لنادي الاتفاق السعودي، لكن مؤخرا حسمت الصفقه دي عن طريق ستيفن جيرارد اللي قرر انه مش محتاج يحيى عطيه الله، لانه من وجهه نظره شايفه انه يعني غير مناسب لطريقه اللعب او لفكر ستيفن جيرارد اللي حابب ان هو يعمله في السعوديه. فبالتالي اداره الوداد فتحت الباب مره ثانيه للمفاوضات مع يحيى عطيه الله عشان يجدد معاهم، لكن يبدو انه المفاوضات متعسره، ويتبقى انه هل تقنع اداره الوداد يحيى عطيه الله بالبقاء ولا يرحل ايضا، وما زالت فتره الانتقالات مفتوحه. شايف امكانيه بقائه في الوداد ازاي ماجد، وشايف تاثر الوداد هيكون ازاي لو رحل المدافع يحيى عطيه الله؟ طالما اتفتح باب الرحيل اعتقد ان هيفضل مفتوح لحد نهايه سوق الانتقالات. فكره ان اللاعب كان قرر الرحيل وكان قريب زي ما انت قلت من ان هو توقيع لنادي الاتفاق السعودي، هيخلي وكيله يدور على عرض تاني حتى لو مش في الدوري السعودي، كان برضه ارتبط باكتر من نادي في فرنسا، فهو مازال في امكانيه كبيره ان هو يغادر نادي الوداد، خاصه ان الامور ما بينه وبين اداره نادي الوداد الماديه ما وصلتش، ما فيش تقارب يعني. اللعيب طلباته اكبر شويه، هي الانديه المغربيه عموما ما بتدفعش فلوس كتير، ما بتدفعش كتير، زائد ان اللاعب حابب يخوض تجربه الاحتراف. فكره تواجده مع المنتخب المغربي وهو لاعب محلي والمنتخب المغربي مضايقاه شويه اكيد، مش مضايقاه بس هو فكره ان هو شاف اللعيبه لما وصلوا نصف نهائي كاس العالم 2022 اكيد حمسه واكيد مخليه حابب يخوض تجربه احترافيه اعلى شويه. واعتقد خروجه من نادي الوداد هيكون ضربه كبيره جدا للنادي اللي بيحاول يعوض وبيحاول يبني فريق، خصوصا بعد يعني يمكن كان رضا سليم واحد من اهم اهدافهم لصفقه النادي الاهلي الجديده، تابعت ردود افعال الوداد كمان كان داخل في رضا سليم، الوداد كان مهتم بيه جدا. انا عارف انه في مصر هنا اطراف كتيره جدا مش بس كانت داخله كانت عايزه تبوظ صفقه، لا لا الوداد تابعت ردود افعال حتى لو ما كانش المسؤولين، فكان الجماهير الوداد تتمنى ان رضا سليم يكون لاعب في فريقهم، لان هم شايفينه كان نجم سوبر في الدوري المغربي الموسم اللي فات، فضربات كتيره على نادي الوداد، اخرهم طبعا كمان الخروج من البطوله العربيه، موسم للنسيان وضيع عليهم الدوري. يعني خرجوا بطوله عربيه، خسروا النهائي الافريقي قدام النادي الاهلي، رضا سليم كان سبب مباشر في ضياع لقب بطوله الدوري. فهل تتوقع ان الوداد قادر يستعيد توازنه في بدايه الموسم الجديد مع قوه المنافسه، سواء مشاركته بعد الخسارات الكتيره للالقاب دي؟ احمد بالتاكيد انت عارف واحد من اهم الانديه الجماهيريه على مستوى القاره، وجمهوره الحقيقه في يعني تشابه كبير بينه وبين جماهير نادي الاهلي، فبالتاكيد اكيد الجمهور بيمثل ضغط كبير جدا على الوداد الموسم اللي جاي. اعتقد يا احمد ان الخسائر اللي حصلت الموسم اللي فات عملت حاله عدم اتزان لنادي الوداد المغربي، لكن انا دايما براهن، وده اتكلمت معاك فيه الموسم اللي فات في ظل كان المستوى السيء في بدايه الموسم، لكن راهنتك وقلت لك ان الوداد عنده شخصيه البطل قادر يعود، فجماهيره برضو جزء بالرغم ان هي بتعمل ضغط. فاكر قبل النهائي اللي الناس كلها كانت متوقعه انه لما كان سان داونز والوداد، كل الناس كانت بتقول سان داونز واحنا قلنا الوداد طبعا، لان شخصيه بعد نتيجه المباراه الاولى اللي انتهت بالتعادل في بالرغم ان سان داونز كان بيعمل مباراه كبيره هناك في الزمالك، وهو كان عامل بطوله كبيره مش بس ماتش كذا، لكن وكان مطرود منه اثنين، والناس كلها قالت لك سان داونز خلاص في النهائي، لكن انا شفت الحقيقه ان فرص الوداد قائمه وبقوه وقد كان، لان الوداد عندهم شخصيه البطل فبيقدروا يعودوا بسرعه يعني. ودي حاجه يعني بتبقى خلاص موجوده فيك يعني، دي اعتقد بتبقى داخل النادي يعني. فحتى رحيل بعض اللعيبه ممكن يتاثروا شويه، لكن اعتقد كمجموعه ككل لا ما بيتاثروش، وانا اراهن على عوده الوداد في بدايه الموسم، وان هم برده هيبقوا بينافسوا تاني
على في بطوله افريقيا وفي حتى في السوبر ليج، فبراهن ان الوداد هيكون عوده الانديه الجزائريه للمشهد من خلال اتحاد العاصمه بطل الكونفدراليه، مواجهه بينه وبين الاهلي في بطوله سوبر افريقيا. اتحاد العاصمه يمكن يعني لما تيجي تتكلم وداد اهلي، لما تيجي تتكلم سان داونز اهلي، لما تيجي تتكلم ترجي اهلي، الفرقه دي مش غريبه على الجمهور، لكن اتحاد العاصمه بالنسبه لنا في حكم ال البلاك هول، عارف الثقب الاسود، ما تقدرش تبقى عارف الفرقه دي قادره تنافس الاهلي، عندها لعبتها عامله ازاي، طريقه لعبها عامله ازاي. فريق بالفعل بدا معسكر في مغلق في الجزائر عشان يستعد للموسم الجديد، ومنتظر كمان انه بعد نهايه المعسكر ده في الجزائر يتحرك يروح تونس، اعتقد هيروح تبرق على ما اتذكر، تبرق مظبوط، هيروح لتبرق عشان يواصل معسكر الاعداد للموسم الجديد. ايه اللي تعرفه عن اتحاد العاصمه يا ماجد؟ وشايف الفريق ده منافس قوي الموسم اللي جاي، عوده الانديه الجزائريه مره ثانيه بعد غياب لسنين طويله عن المنافسه، نادرا شايف دور اتحاد العاصمه ازاي؟ نادرا الاهلي ما بيواجه الفرق الجزائريه في ادوار نهائيه، يعني ممكن في ادوار المجموعات، في ادوار تمهيديه، مظبوط. ده اللي احنا متعودين عليه، يمكن المره الاولى من سنين طويله ان احنا هنواجه فريق جزائري في نهائي على لقب، ولقب مهم جدا، خاصه حد يفتكر اخر مره امتى واجهنا فريق جزائري؟ جزائري او احنا واجهنا اوريدي فريق جزائري قبل كده على نهائي، في نهائي ولا لا في مباراه نهائيه؟ ما افتكرش قبل نهائي كان في وفاء سطيف قبلنا، ما كانش في نهائي، كان قبل نهائي. على فكره احنا اتحاد العاصمه قبلنا قبل كده، وفاء سطيف مش في سوبر، كاس سوبر قبل كده؟ لا لا ما كانش، ما كانش سوبر، نتاكد من المعلومه. لا ما بقول لك من فتره طويله جدا دايما ما شفناش الاهلي والغربه وتونس، يعني دايما يعني بيبقى اتحاد العاصمه احنا قابلناهم قبل كده على فكره، قابلناهم كذا يعني فاينل، فاينل بقول لك الفاينل دي تقريبا المره الاولى من سنين طويله. فزي ما انت قلت يعني ثقب اسود، انت مش عارف الوضع ده الوفاق. طيب خليني اقول انه المعلومه انه وفاق سطيف واجه النادي الاهلي في الجزائر لما الاهلي كسب بطوله الكونفدراليه على السوبر الافريقي في 2014، دي كانت مباراه النهائي او المواجهه في مباراه نهائيه وحيده بين الانديه او نادي الاهلي، وانتهت ضربات جزاء تقريبا، اعتقد يعني ضربات جزاء، ضربات جزاء مش متذكر قوي الماتش ده. ما بقول لك يعني الموضوع مش ركلات ترجيح بالفعل يا ابو حميد، ركلات ترجيح معاك كده ولا لا؟ والله فاكرها، لا سامح حضري كمان انا فاكر الموضوع مش متداول علينا. فبالنسبه لنا في غموض دايما في الكره الجزائريه، بس مؤخرا لسه من ايام في طلع قرار من الحكومه الجزائريه بالمحافظه على قيمه الانديه الشعبيه والانديه الشعبيه ودعمها، ففي شركه اعتقد من احد شركات القطاع البترولي استحوذت على الانديه هناك، فده اعتقد ان هو هيكون هيديهم دفعه معنويه كبيره جدا الفتره الجايه، خصوصا ان تعاقداتهم مع اللعيبه الاجانب ضئيله جدا ومبالغ ضعيفه جدا، يعني ما بتشوفش الانديه الجزائريه عندها لعيبه ذات قيمه، يمكن اخر حد ذات قيمه خدناه منهم اليو ديانك. أيوة. كان هو وخدناه تقريبا بمبلغ بمبلغ مالي مش كبير، لان زي ما بقول لك هم ما بيتعاقدوش مع لعيبه بقيمه كبيره، بس اعتقد الفتره الجايه الوضع هيتغير تماما بعد استحواذ لو هيكون في دعم مادي. يعني طبعا اكيد الماده النهارده شايفين السعوديه دور رئيسي واساسي جدا، ده تلخص الموضوع يعني. بس مش كل شيء، يعني هي ليها دور مهم جدا جدا بس جدا حاليا، بس في كره القدم صناعه يعني بزنس، الموضوع اتحول ان هو بزنس. انا معاك انه الماده مهمه جدا، وانك انت تنفست او تستثمر في نشاط او في فريق كره قدم ده واحد من اهم ممكن يكون مصادر الربح، لكن لازم ده يترجم لحاجه من الاثنين قدامي عشان اقول لك التجربه ناجحه، اما بطولات والقاب تقدر تعلي بيها من قيمه الاسم والبراند اللي انت بتستثمر فيه فتعرف تترجم ده لفلوس، واما فلوس مباشره نتيجه استثمار في عمليه شراء وبيع اللاعبين، وبالتالي يبقى فيه بتحط 10 بيجي لك 20. ما عدا ذلك هي فلوس هباء منصورا. مش هو دلوقتي يعني التجربه السعوديه، الدوري السعودي، التجربه السعوديه، الخوف من ان هي تكون تجربه صينيه ثانيه. الدوري الصيني من 15 سنين كده جاب لعيبه عالميه ودفع لهم كتير، دلوقتي الدوري الصيني تقريبا مش موجود على الخريطه. امريكا عملت ده، نفس امريكا اتكلمنا دلوقتي السعوديه هم بيقول لك احنا مش هنعمل كده، بس خد بالك تعلمنا من اخطاء الماضي. مع الاختلاف الارقام اللي اتدفعت من السعوديه مش ممكن تتقارن بالارقام اللي اتدفعت من الصين او من امريكا، دي نمره واحد. نمره اثنين، السؤال اللي ممكن او استنى انه اي حد يجاوب عليه، الى اي بالارقام دي بمستويات الدفع والانتدابات دي
لأي مدى ممكن تقدر الأندية السعودية على الاستمرار؟ يعني أنت ممكن تتعاقد لمدة موسم مع كريستيانو رونالدو، ولمدة موسمين مع كريم بنزيما، ولمدة ثلاث مواسم تدفع. أي نوع صندوق الاستثمار؟ أنا فاهم إذا ما كانش فيه في النهاية مردود على الكرة السعودية وعلى الدوري السعودي يوازي حجم الإنفاق ده، يبقى الإنفاق هيتوقف. وبالتالي الدوري الإسباني قادر يحافظ على النجوم دي كلها لعشرات السنين، الدوري الإنجليزي قادر يحافظ على النجوم دي تجارية لعشرات السنين، لكن تقدر تعمل ده أنت لعشر سنين أو 15 سنة يبقى شيء لو ما فيش مردود صعب. هنجرب هنشوف. طيب نروح مع أحمد لميركاتو اتحاد العاصمة، بما إن إحنا بدأنا الكلام عن اتحاد العاصمة ونستعرض معاك أهم الصفقات اللي أبرمتها إدارة اتحاد العاصمة طبعا اللي عندها رغبة فيه، أكيد طبعا طبعا رغبة مشروعة وهدف مشروع تحقيق لقب كأس السوبر على حساب النادي الأهلي، وهم يدركوا تماما قيمة وحجم بطل القارة وسيد أسياد أفريقيا النادي الأهلي. دول الراحلين، دول اللي مشيوا، دول الأسماء اللي رحلت عن اتحاد العاصمة. اتفضل يا يعني. مرباح تقريبا مشي، أول لاعب هو بيلعب ديفنس مدافع، خط وسط، خط وسط مدافع، مشي فري ترانسفير. تمام، هو مشي فري، ده راح لشباب القسطنطينيه تقريبا، صح؟ للشباب القسطنطينيه فعلا. الجزائري ايضا المهدي بن عدين برضو مشي، راح الدوري الفرنسي، ده احتراف بس فري ترانسفير، ده احتراف فري ترانسفير برضو. عبد الرحمن مزين برضو مشي، راح شباب بلوزداد، راح شباب بلوزداد. القيمه الماليه مش متحدده، مش واضحه، مش واضحه. والجول كيبر بتاعهم محمد لامين ده اعتزال، ده اعتزال، ده كان اخر سيزون. دول اللعيبه اللي راحت، ما فيش لعيبه كتير تقريبا مشيت، فاعتقد كده ان القوام اغلبه موجود. معنى كده ان هم يعني اعتقد مباراه السوبر الشغل الشغل بالنسبه لهم، معنى ان اعتقد اغلب الانديه لو شفنا بقيه الانديه الافريقيه تلاقي فيه كتير لعيبه مشيت. لكن بص التدعيمات بتاعتهم تبين ان اللي انا بقول عليه في حته مباراه السوبر بالنسبه لهم هتبقى مهمه جدا، ان مباراه قويه جدا امام النادي الاهلي. فدي التدعيمات بتاعه نادي اتحاد العاصمه. نظرك جايب يا ماجد؟ جاي ممكن هم تعاقدوا مع 10 لاعبين، ف 10 لاعبين تعاقدوا مع فرقه جديده، مع فرقه جديده، بس منهم محترف واحد بس من مالي، من هو اخر استاد سيكو كوناتي، محترف واحد بس زي ما قلت لك من شويه. هو الانديه الجزائريه ده جاي من استاد مالي، في الانديه الجزائريه ما بتضمش لعيبه اجانب كتير، اقل نسبه يمكن في ما بين الفرق شمال افريقيا من حيث اللاعبين الاجانب. ففكره التدعيمات المحليه دي كلها اكيد هم بس انا لفت نظري حاجه فري ترانسفير، صح كده؟ باينه جدا، يعني باستثناء اول صفقه اعتقد ال 33000 يورو يا بلاش والله. ولو هتاخد بالك لا يعني بلاش، لو هتاخد بالك معدل الاعمار عندهم مش كبير برضه، يعني انت بتتكلم لعيبه 25 ولا 22 27 29 29، فمعدل الاعمار كويس، معنى كده ان برضه ممكن تكون عينيهم حلوه، شايفين لعيبه كويسه في الدوري المحلي يقدروا يتالقوا بيها. هنا هنستنبط برضه حاجه ان هو ما فيش خبرات كبيره قد تكون في الفريق الفتره الجايه، ان هم لسه في مرحله بناء فريق وحتى الانديه اللي جت منها ما هيش انديه كبيره قوي. بالظبط، اقول لك هو مرحله بناء فريق. اتحاد المونستير الجزائري مش هيكون السوبر المباراه الاهم بالنسبه لهم قد ما هم طبعًا يبنوا فريق للفتره الجايه. تمام، يعني هي اغلب الانتدابات من الجزائر ومن تونس. ايوه، من تونس، من تونس، في اثنين من تونس، اتحاد المونستير الجزائري التونسي والافريقي التونسي. ايوه، دول الاثنين بس هم لعيبه جزائريين، يعني لعيبه جزائريه محترفه في كلهم جزائريين، ما عدا المعادي وعادوا مره ثانيه الاتحاد العاصمه. طيب نروح من اتحاد العاصمه للوداد، الوداد اللي معانا، نروح للوداد، ميركاتو الوداد. طبعا يحيى عطيه الله موقفه يمكن لسه مش واضح بشكل كبير، لكن الوداد والتدعيمات يا ماجد، سواء الاسماء اللي رحلت. طب نبدا بالراحلين. الراحلين هم رحل عنهم 9 لاعبين، عدد مش قليل، عدد كبير جدا. ده ما بقول لك هم حابين يغيروا شويه، بس اغلبهم في لعيبه كتير احترفت، وفي منهم 4 5 لسه في لعيبه مركز الاساسي قدام الاهلي في البطوله. اول لاعب راضي عادي مركز الاساسي، في كذا لاعب منهم ما انضموش لاي نادي حتى الان. اكيد دي حاله عدم رضا فنيه على مستواهم. مؤيد اللافي، حميد احداد، وبادي اوك او اوك، دول طبعا لغايه دلوقتي رحلوا عن صفوف الوداد، لكن لم يلتحقوا بنادي. يعني ده عقدهم خلص.
عقدهم خلص. حميد احداد طبعا برده كان من اللعيبه اللي ليها دور مع طبعا مع الفريق، وكان ليها دور مع الرجاء، وكان ليها دور مع الزمالك، يعني كان عنده تجارب احتراف. معيد اللافي بيتهيالي فتره بفترات كان واحد من اهم مهمين جدا جدا. معيد اللافي لعيب كان مميز جدا، لاعب الدولي الليبي، بس كثره الاصابات اعتقد عطلت مسيرته. كان احترف شويه في الدوري السعودي، واحترف شويه برضه في الجزائر، كان لعيب مميز، بس اعتقد الاصابات هي اللي اثرت عليه. وفي لعيب ملفت ايمن حسوني، سيف الدين بهره برضه من اللعيبه اللي يعني اعتقد برضه من اللعيبه المهمه جدا في فريق الوداد. راح القطر راح القطر بهره، لا ده قطر راح، ايمن الحسوني هو اللي راح النادي القطري. وفي لعيب راح الدوري التركي ترابزونسبور، ده مع تريزيجيه. ده منتصر طلبي تقريبا. منتصر. طيب نروح للصفقات بقى. طب دول رحلوا، مين جه مكانهم؟ برضو اعتقد كده التوجه في الميركاتو انه الوداد بيبني فريق جديد. احنا مش بنتكلم على ميركاتو تدعيمات، احنا بنتكلم على ميركاتو اداره بتبني فريق جديد. ابرز صفقه بالنسبه لي الياس شتي، اللاعب الدولي الجزائري، لاعب كنت اتمنى ان هو يكون بديل علي معلول. جاي من فرنسا. كنت اتمنى ان هو يكون بديل علي معلول في الاهلي يوما ما. لاعب دولي جزائري، لاعب مواصفات مميزه جدا. يمكن دي صفقه سوبر انا شايفها للنادي الوداد. بس الياس شتي ده معناه انه يحيى عطيه الله طاير طاير، يعني هو بيلعب باك شمال، فاعتقد ان مش لا شرط. وجايبينه من نادي فرنسي، خباك من جايبينه. بقول لك دي صفقه سوبر جدا، يعني انا مستغرب ان هو قرار العوده للعب في افريقيا من جديد، خصوصا بعد خوض تجربه الاحتراف. هم جايبين اثنين من فرنسا، من اونجي، بس اثنين من فرنسا، اسامه فلوح والياس شتي. الاثنين برضو يعني اسامه 24 سنه، الياس 28. الياس الياس 28. 28 سنه. جايبين لاعب جزائري. برضو انا مركز قوي في فكره الفري ترانسفير، يعني الناس دي شغاله على الملفات دي من بدري عشان تخلص اللعيبه دي فري ترانسفير، باستثناء اول صفقه طبعا اللي هو منتصر لهتيمي. دفعوا فيه لترابزون 100,000 يورو. الملفت يا احمد كمان حاجه جدا مهمه، ان زي ما قلت لك ان الوداد واضح كده ان هو بيغير جلد برده، ومصمم على جايب انتدابات مهمه جدا ولعيبه جايبه من الانديه. خد بالك في نقطه مهمه جدا برده، وانا كنت بكلم معاكم انه الموسم اللي جاي كفه مايله قوي قوي للنص الموسم الاولاني، يعني انت هتلعب سوبر ليج من 20 اكتوبر ل 11 نوفمبر، هتلعب سوبر افريقيا، احنا كاهلي هنلعب كاس عالم انديه، فالتقل كله. وده هنا سؤال، لما تدخل صفقه ولا صفقتين سهل قوي ان هم فتره اعداد في يبقى في انسجام وتفاهم، لكن عشان تدخل 10 صفقات او 11 صفقه لا، في مشكلة كبيرة جدا. خليني أقول لك أحمد، الحسابات مختلفة. ده نادي خسران كل حاجة، نادي طالع بموسم صفري، ما كسبش محليا عربيا، الموضوع معاه محتاج يغير جلد، محتاج إن هو يدخل دماء جديدة كتير جدا علشان يقدر ينتفض تاني من جديد، عكس لو هتيجي تطبق الموضوع ده. مغامرة يا ماجد، مغامرة كبيرة. مغامرة بس مطلوبة. أنت هتبدأ أنت كمان شهرين، انت كمان شهرين من النهارده هتلعب اهم واكبر بطوله افريقيه في تاريخ القاره. مغامره بس مطلوبة. في ظروفهم مطلوبه. هو عايز ينتفض تاني وعايز يقدر يعود للمنافسه. خلاص الجيل اللي عنده مش هينافس، مفيش امل ان هو ينتفض تاني، لازم يغير ويدخل لعيبه جديده ويمشي اللعيبه اللي مش في حاجه اليوم. عكس النادي الاهلي، النادي الاهلي كل اللي محتاجه انت بتتكلم عايز تدخل راس حربه وتخلي الفريق زي ما هو ونفس التشكيل ونفس كل حاجه. ما ينفعش تعمل اكتر من كده، لان زي ما انت قلت التقل في اول ست شهور او اول نصف الاول من الموسم. بطولات متلاحقه، مباريات متلاحقه، ما ينفعش تدخل دماء جديده كتير. بس هي ده الاختلاف. الاهداف مين تخاف منه النهارده؟ او يعني مش تخاف منه، تعمل له حساب. الاهلي ما يخافش من حد، الاهلي يحترم الجميع طبعا، لكن بتهيأليش يعني في فريق ممكن يخوفك في القاره الافريقيه. لكن على مستوى الفرق المغربيه هل اتغيرت المعادله؟ يعني هل تقدر تقول النهارده انه الجيش الملكي بما انه بطل الدوري ومفنش البطوله بشكل يعني 15 سنه ما خدش اللقب تقريبا ومقدم عروض قويه،
ولا يظل الوداد والرجاء هم قطبي الكره المغربيه؟ مين اقوى ومين عنده قدره على منافسه افريقيا السنه دي في الثلاث فرق؟ لا الوداد طبعا، الوداد انا براهن على الوداد على شخصيه البطل اللي موجوده عنده، كمان التدعيمات باينه جدا، وزي ما ماجد قال في حاجه مهمه ان احيانا انت بتعمل تغيير جلد لان في جماهير، النادي جماهيري فغضب الجماهير برده احيانا بيجبرك ان انت لازم تعمل تدعيمات وتغير جلد عشان برده انت بتحاول تبين للجماهير ان انت لا احنا في مرحله ثانيه. احنا شوف لسه بنقول للترجي الجماهير ما خلت المدير الفني استبعد اثنين من ضمن نجوم الفرقه، يعني من ضمن تغيير الجلد للوداد هم مشوا المدير الفني بالرغم ان هو وصل مباراه نهائيه، وهم عندهم جرأه غريبه جدا بيمشوا انه عمل قدام سان داونز ملحمه بصراحه طبعا، وحتى الجيم اللي لعبه قدام النادي الاهلي كان كويس يعني بتاع القاهره ما يعني كان جيم لا وكتبوا عنه كلام كتير البطوله الاهلي اللي قدر يخطف البطوله بجد يعني واتكلموا عنه كويس بس غريبه جدا. حقنا حقنا طبعا حقنا صح طبعا طبعا حقنا اللي خدوه مننا دي حقيقه. احنا ما لعبناش كوره جبناه بايدينا الماتش ده بجد ما لعبناش كوره بس احنا عرفنا ناخد البطوله بس هي دي الفكره. فهم كمان خد بالك الماتش اللي انت بتقول عليه ده كان ممكن الاهلي يفنشه بمكسب تاريخي في اخر 10 دقائق بمكسب تاريخي للاسف في اخر 10 دقائق كنا ممكن فعلا نكسب 3 4 دي حقيقه. فبتكلم ان الوداد حتى كمان غيروا المدرب، فهم يعني انا واضح جدا ان تغيير برضو جريدو قبل مباراه قبل النهائي بتقريبا ب 48 ساعه دي بالنسبه لي كانت تبين ان ضغط الجماهير دايما مهم جدا في قرارات اغلب نادي الوداد المغربي. فتغيير المدير الفني بعد الخساره برضو فمعنى كده ان هم برضو عندهم حاجه كده يعني الضغط الجماهير ليهم عامل كبير في اتخاذ بعض القرارات من ضمنهم اللعيبه ومن ضمنهم المدير الفني. طيب نروح لميركاتو الترجي ونشوف لا سان داونز سوري سان داونز نروح لميركاتو سان داونز. سان داونز دايما لازم تركز معايا لازم نركز معاه قوي لازم تركز معايا. خد بالك رغم الحقيقه انه السكواد بتاعت سان داونز انا بعتبر واحد من يعني من افضل الفرق اللي بتلعب كوره، سيبك من نتائجها، يمكن قصه شخصيه البطل، يمكن غرورهم، ثقتهم في نفسهم اللي زياده شويه بيدفعوا ثمنها غالي جدا، لكن هي بالتاكيد فرقه من افضل الفرق اللي عندها عناصر كوره، لكن سؤال كبير جدا وعلامه استفهام كبيره جدا بالنسبه لي الاستغناء على هذا الكم الكبير جدا بالنسبه 12 لعيب ولعيبه مهمه هنتكلم عنهم 12 لعيب استغنت عنهم اداره سان داونز. ابدا مع مصطفى ماشي مين الحاجات او الصفقات اللي لفتت نظرك الراحلين بشكل كبير في الراحلين مولولا طبعا مولولا ده لعيب مهم جدا انا استغربت ان هو مشي يعني انا مستغرب ان هو ازاي مشي يعني دي غريبه فاعتقد هو مش احتراف يعني ده اتوقع له احتراف في كندا احتراف الدوري انا بتكلم في كده احترف الكندا نادي تورنتو بيلعب في الدوري الامريكي هو نادي كندي بس بيشارك في الدوري الامريكي اعتقد فرصه حلوه جدا جدا لاعب زي ده لاعب زي ده يروح يلعب قدام ميسي ويروح احنا يلعب كنا مع بعض الدوري واحمد حمدي بقى واحمد حمدي كنا مع بعض واتكلمنا عن مولودا قلت لك ان مولودا ده صغير في السن ولعيب بيعرف يجيب جون واعتقد ان هو مش هيكمل لما قلت من ضمن اللعيبه وفعلا هو اعتقد الفرصه احتراف جت بس برضه بص للرقم لانه الرقم ليه دلاله انك تسيب نجم او لاعب مؤثر يطلع يحترف في دوري مش كبير يعني خلينا نتفق برضه الدوري مش كبير طبعا او حتى الدوري الامريكي بكل الاسماء اللي فيه ما هياش من الدوريات الكبرى شوف الرقم اللي سايب فيه سان داونز اللعيب بتاعه احنا هنا النهارده لعيبه ناشئين لسه طالعه بس يا دوبك لعبه افريقيا للشباب بسمع ارقام 40 مليون 40 مليون و50 مليون بتدفع في لعيبه كبيره في اوروبا. طيب مين اسماء ثانيه ماجد لفتت نظرك في قائمه الراحلين من سان داونز؟ والله اغلب الراحلين يعني مش كانش من القوام الاساسي مش من القوام الاساسي يعني حتى حارس المرمى اللي ماشي من عندهم برضو ده اعتزل اصلا فلا ما فيش حد هو ملولة بس اللي ذات قيمه الباقي عندهم اغلبهم حتى راح دوريات محليه يمكن في عندهم مدافع راح نادي الرجاء المغربي ودي غريبه شويه يعني هاشم دومينجو ده راح الرجاء المغربي هو اساسا راح فري ترانسفير يعني فري ترانسفير كل الصفقات في لعبه كتيره مشيت قد تكون صفقه تجريبيه وفي حد راح للمنافس اورلاندو بايرتس اعتقد برضو عقده انتهى كابينجا برضه عقده انتهى الاداره ما جددتلوش او ما توصلوش الاتفاق بقيت الاسماء بالظبط يعني فرق كلها مش من الفرق المقدمه يعني بتهالي لعيبه عاديه تشيفز اورلاندو بايرتس سان داونز هي دي الفرق الكبيره في افريقيا دي ثلاث فرق ما اعتقد اللعبه دي اغلبها ما كانتش بتلعب حتى ما كانتش موجوده اصلا كمان يلا داخل ال 18 طيب عوضوا الاسماء دي عوضوا 12 اسم رحلوا عن سكواد الفريق بمين تعالوا نشوف صفقات سان داونز في ميركاتو الصيفي في 11 لاعب جديد جونيور منديتا
ده ارجنتيني، وهنا دايما المدرسه اللاتينيه اللي دايما او الامريكا الجنوبيه اللي دايما هو بيميلوا ليها، لان انا بشوف دايما طريقه لعب سان داونز دايما فيهم شبه قوي من طريقه لعب امريكا الجنوبيه. هم دايما جونيور مندتا ده كان بيلعب برضه في جنوب افريقيا، يعني مش جاي من الدوري الارجنتيني. لا لا، هو ارجنتيني الجنسيه، هو ارجنتيني الجنسيه لكنه كان لاعب محترف في الدوري الجنوب افريقي واشترى عقد ليفت وينج، جناح شمال. هم تقريبا في اغلب انتداباتهم جايبين فيرود وجايبين جناح يمين وجناح شمال. انا شايف انه في لعيب برازيلي جاي من بلجيكا، من بلجيكا اسمه لوكاس روبرتو كوستا. لوكاس روبرتو كوستا 24 سنه، ده وسط مهاجم، لاعب وسط مهاجم 24 سنه. اغلب الانتدابات يا احمد هنلاقيها كلها هجوميه، ودي بتبين شخصيه او طريقه لعب سان داونز دايما، هم بيميلوا للمدرسه الهجوميه. واحيانا الغرور برضو اللي بيكلفهم كتير جدا، وكان من اسباب خسارتهم قدام الوداد المغربي. لكن طبعا مش معروف قيمه الصفقه دي، هي الصفقات اللي تم الاعلان عنها الصفقه الاولى اللي هو من ديتا، من ديتا جونيور 600,000، والصفقه الثانيه اللي هي نوكاو رايت وينجر او الجناح اليمين، نوكاو جاي برضو من جنوب افريقيا، من جنوب افريقيا جاي، هو جنوب افريقيا 45,000 يورو. ما فيش صفقات برضو يعني. بص احنا الاغلب لو بصينا لاغلب الصفقات هنلاقي سنتر فيرود جايبين اثنين، وجايبين ليفت وينجر اثنين، ورايت وينجر واحد، وهو ما فيش غير بس جول كيبر، وكمان عشان في جول كيبر اعتزل. لو بصينا اللعيبه اللي كانت مشيت، هو في جول كيبر اعتزل، فباين كده هم بيعوضوه بجول كيبر ثاني طبيعي جدا. وجايبين برضو بص ليفت وينجر جايبين ثلاثه، لو بصينا تحت نزلنا تحت هنلاقي في جايبين ثلاثه ليفت وينجر، فهو باين جدا طريقه لعبهم بتميل للهجوم. من القوائم الاوليه من الميركاتو، من يعني سوق الانتقالات، هل ممكن تحدد مين اللي هيكون المنافس الاقوى للاهلي الموسم اللي جاي، ولا قصه فيها تفاصيل تانية كتير؟ الموضوع يعني الموضوع زي ما انت بتقول تفاصيل تانية كتير، مش على قد لعيبه بس، على قد الفكر الفني بيأثر بشكل كبير جدا. انا بشوف الفريق اللي بيحافظ على المدير الفني بتاعه مش على اللعيبه بيكون عنده قدره ان هو يواصل بنفس الستايل وبنفس اداء اللعب وبنفس طريقه لعبه، حتى لو خرج من عنده 3-4 لعيبه من القوام الاساسي وقادر يعوضهم بطلبات من المدير الفني او ان هو يكون طلبهم فما تأثرش على أدائه. فأعتقد أن سان داونز من الأندية دي اللي ممكن تكون منافسة قوية جدا قدام الأهلي، خصوصا أن في أنباء أن البطولة السوبر دي تتلعب أصلا في جنوب أفريقيا بشكل مجمع، فأعتقد هتكون فرصهم كويسة جدا. ولكن يعني جماهير جنوب أفريقيا مش الجماهير المرعبة، يعني جماهير محترمة، جماهير كويسة، مش زي جماهير شمال افريقيا بشكل عام او جماهير الاهلي اللي بتدي دفعه معنويه كبيره للاعبين. فاعتقد سان داونز المنافس الاول يعني، لكن هم مزعجين شويه. مزعجين نقدر نتخطى الازعاج ده مش اكتر. وانت بتتفرج على ماتش تحس بزنه الاسماء بوزله تقريبا. صحيح. طيب نروح لقائمه اغلى الدوريات على مستوى القاره الافريقيه ونشوف مين في المقدمه واين ياتي ترتيب الدوري المصري. جنوب افريقيا، يلا يا احمد. طبعا رقم واحد جنوب افريقيا 155 مليون يورو، مصر في الترتيب الثاني 152 مليون يورو، المغرب في المركز الثالث 117 مليون يورو، الجزائر 93 مليون يورو، تونس في المركز الاخير 84 مليون يورو. في مفاجاه في الترتيب ده بالنسبه لك يا ماجد؟ لا لا، تونس ورا الجزائر دي مش علامه استفهام؟ هي غريبة بعض الشيء، وقد يكون ان اغلب لعيبة تونس محترفين، بس برضه لعيبة الجزائر كلهم محترفين شوية. تونس عندهم محترفين اجانب كتير، فانا مستغرب ان لا تونس جاي في المركز الثاني. الفرق ده. وهل طبيعي او منطقي انه مصر تيجي ورا جنوب افريقيا؟ مش طبيعي برضه يعني خصوصا ان في عندنا لعيبه دوليه كتير. طبعا الميركاتو ما خلصش، انت بتتكلم طبعا حتى بين مصر وجنوب افريقيا حتى الان. يعني الاهلي لو خلص صفقه مهاجم مثلا ممكن يتجاوز، ده اللي انا بقوله لك. ان احنا لسه يعني الميركاتو ما خلصش، بس وصل سان داون زي ما بيجي في الترتيب الثاني بعد النادي الاهلي. لا، على مستوى الانديه الاهلي في الصداره. طب تعال نشوف ترتيب الانديه. احنا اتكلمنا على مستوى الدوري اجمالا، يعني مقارنه القيمه التسويقيه لكل انديه الدوري المصري الممتاز في مواجهه دوري جنوب افريقيا، الانديه على بعض مجمعه، فجه
دوري جنوب افريقيا في الصداره وتلافت ترتيب الدوري المصري. لكن على مستوى الانديه لو كل نادي بقى بشكل منفرد، تعالوا نشوف الترتيب ونستعرضه مع ماجد ويقول لنا هل في حاجه منطقيه ولا مش منطقيه. يمكن الاهلي في الصداره 33 مليون، سان داونز 31، الزمالك 20، ترجي 20، بيراميدز 19، رونالدو بايرتس 19، الوداد 19. اعتقد قائمه منطقيه جدا. كل نادي واخد فعلا الترتيب والمكانه بتاعته. يمكن دخول بيراميدز مؤخرا قوه جديده ماليه هو اللي خلاه متواجد في القائمه دي، رغم ان هو لسه ما حصلش على اي بطولات. فالموضوع هنا ما بنتكلمش على فكره انه بيراميدز، انا شايف برضه اخد رايكم في دي. بيراميدز ما قدرش رغم انه عنده سكواد محترم فعلا زي ما انتم بتقولوا، وعنده الامكانيات الماديه اللي تخليه ينافس على اي لقب، لكن انه ما قدرش ينافس في الكونفدراليه. هل تتوقع ان الصوره دي او الوضع ده يختلف في تشامبيونز ليج المفترض انها يعني ليفل اصعب شويه؟ مش هيختلف لسبب. انا بشوف عدم حصول بيراميدز على بطوله حتى الان سببه عدم وجود جماهير. فكره ان انت عندك لعيبه بكواليتي عالي جدا ولعيبه ممتازه ومدير فني عالمي وإدارة عالمية وكل الكلام ده بدون دافع، بدون حافز، بدون إن اللعيبة يبقى مضغوط عليها بشكل دائم، سواء في الملعب، سواء وهي في بيتها، سواء وهي بتعمل أي حاجة في يومها، يبقى مضغوط عليها إن إحنا عايزين نكسب، محتاجين البطولة دي، محتاجين إن إحنا نتخطى المنافس ده. اللعيبة بتلعب بأريحية ومش فارقه معاها في الاخر انا كسبت ولا خسرت، انا كده كده مرتبي هاخده. كانت صدمه بالنسبه لي خروجه على ايد فريق من جنوب افريقيا. نزل مغمور جدا، نزل دوري، نزل دوري درجه. انا بقول لك مفيش حافز. أيوة. طول ما مفيش حافز ما تسالش اللعيبه عن بطولات يعني. طيب نروح لاحمد، هنستعرض معاكم ارقام. هي النهارده عاملين لنا مجموعه ارقام يعني مهمه جدا وليها دلالات كبيره جدا. فكره نسبه اللاعبين المحترفين الاجانب في كل دوري من الدوريات، يعني عدد اللاعبين المحترفين في كل دوري بيمثل نسبه قد ايه من حجم اللاعبين اللي بيشاركوا في البطوله. ونشوف ترتيب الدوريات الافريقيه الخمسه اللي في صداره المشهد. عندك يا احمد دي موجودين الدوري التونسي مثلا رقم 1، النسبه عدد الاجانب 77 لاعب، النسبه 16%. الدوري المصري 88 لاعب. طبعا هنا عدد اللاعبين المحترفين اجانب ازيد، لكن نسبتهم مقارنه بعدد اللاعبين اللي بيشاركوا في البطوله اقل، عشان كده تونس في المركز الاول، مصر في المركز الثاني. تونس اعتقد الدوري بتاعهم 14 نادي، 14 نادي، فبالتالي 77 لاعب في 14 نادي نسبتهم اعلى بكثير من 88 لاعب في 18 نادي. اشرح بس ليه تونس في رغم ان مصر فيها عدد محترفين اجانب اكتر. يعني الدوري الجنوب افريقي 82 لاعب، الدوري المغربي 55 لاعب، الدوري الجزائري 20 لاعب. هو الملفت الدوري الجزائري 20 لاعب دي ملفته برضو. عدد قليل جدا طبعا، فالنسبه اعتقد. لكن الترتيب، الترتيب بالنسبه لي الترتيب يعني طبيعي بالنسبه لي. طب لو سالتك يا ماجد سؤال ليه علاقه بالكواليتي، كواليتي خلينا نركز على الدوري المصري. يعني طبعا ما شفتش يعني، طبعا ممكن في الترجي تلاقي، ممكن الوداد تلاقي بيجيبوا مهاجمين بصراحه بيحية. المغاربه بيجيبوا مهاجمين دايما راس حربه يعني، ما تعرفش هم مركزين. فن اختيار، فن اختيار بالظبط. لكن خلينا نسال في الدوري المصري، كم لاعب من المحترفين الثمانيه ممكن اقدر اقول انه قماشه تصلح للاحتراف، مش هقول لك في الدوري الانجليزي، في واحد من الدوريات الخمسه الكبيره في اوروبا؟ بص من وجهه نظري اللي بيصلحوا يلعبوا في مصر ما يتخطاش 50% مثلا. يلعبوا بره لا، ما حتى الان ما تعديش مثلا 5%. مش شايف في حد. انا اطلع بس لعيبه الاهلي بره المنافسه. مش شايف في حد سوبر ستار الا اسماء معدوده يعني. قول لي ال 88 دول مين؟ هنقول لعيبه الاهلي. لا غير الاهلي، طلع الاهلي بره الموضوع، طلع الاهلي وطلع الزمالك. من اهم ثلاث محترفين زمالك. اجانب. على فكره السؤال ده مش المفروض يبقى محتاج تفكير، لان هم لو موجودين لازم يبقوا حاضرين. ما هو انا بحاول اشوف احسن حد فيهم. قول يا احمد انت. طيب طبعا بلاتي التوريه طبعا لاعب بيراميدز من اللعيبه المهمه جدا، ده بالنسبه لي رقم واحد. لعيب مميز. ووليد الكارتي برضه لاعب بيراميدز، يعني هم الاثنين اللي موجودين في بيراميدز. طبعا ممكن يكون في نادي يعني، طب بس مش هقول ان هو يحترف في الدوريات الاوروبيه، بس هو يعني مهاجم مميز
مابولولو لاعب الاتحاد. مابولولو لاعب الاتحاد يعني، لكن جون اوكلي من المقاولين ما يلفتش نظركم، بس ما يحترفش، لعيب كويس ما يحترفش يعني ما يعني مش اللي هو يلعب في دوريات اوروبا، بس هو مهاجم كويس يعني. هو جوناثان، اسمه جوناثان ايه، جوناثان نيجوين، ده لاعب غزل المحله تقريبا. لا هو انا متفق بالاثنين بتوع بيراميدز، لا بتوع بيراميدز صراحه، وليد الكارت، لا تري وليد الكارت، الكواليتي بتاعهم مختلف شويه يعني، يقدروا يلعبوا بره. طيب بشكل المنافسه في السوبر الافريقي وفكره انها بطوله مجمعه تاثر على فرص الفرق اللي او على شكل المنافسه في الفرق اللي هتشارك في البطوله من ناحيه، يعني فكره انت بتلعب في الدوري او بطوله دوري ابطال بنظام انه ممكن يبقى في دور تمهيدي نوك اوت، ترجع تلعب دور مجموعات يعني. فرصه انك انت تقدر تعوض، حصل مع الاهلي مثلا السنه اللي فاتت انه كان قريب جدا من الخروج، اهدار محمد هاني لضربه جزاء في ماتش سان داونز، ثم اهدار اطهر الطاهر لضربه جزاء في ماتش سان داونز برده، يعني في ابس اند داونز كيرف والريسك كبيره، وبعد كده تروح للنوك اوت، والنوك اوت دايما بتبقى بين الكبار يعني، ذهاب وعوده قابلت رجا، قابلت ترجي، قابلت وداد، شكل المسابقه مختلف. هنا جوائز كتيره جدا، جوائز فلكيه كل الانديه عينيها طبعا طبعا على النسخه الاولى من بطوله وعلى الجوائز الماليه، بس بطوله في النهايه مجمعه بتقام في 21 يوم، مفيش مجال للتعويض يعني. خلينا نقول اللي هيبدا البطوله شبه البطولة العربية كده، شبه البطولة العربية، شبه كأس أمم أفريقيا مثلا يعني، هو اللي هيبدأ البطولة بكيرف عالي هيقدر ينهيها بشكل كويس جدا. إحنا في مصر أو إحنا في الأهلي بنعرف نلعب البطولات المجمعة يعني، لعبتنا شوية، فأعتقد الفرصة قدام الأهلي كبيرة جدا، خصوصا إن الجائزة زي ما أنت قلت خيالية، مجموع الجوائز كلها في النسخة الأولى 25 مليون دولار، وده رقم كبير جدا لأندية أفريقيا. الموضوع المرة دي بقى بجد فلوس، مش مجرد لقب بس يعني، قبل كده ممكن نقول ده رمز ولقب وبتاع، المرة دي فلوس ولقب يعني. فالموضوع مهم جدا، خصوصا إن زي ما أنت قلت هتسجل اسمك للمرة الأولى إن أنت بتاخد اللقب للسوبر الأفريقي. طبعا نروح للدوري الإنجليزي، نروح للدوري الانجليزي، بنتكلم ايه 48 ساعه تبدا افضل بطوله دوري على سطح الكره الارضيه. والانديه الحقيقه الانجليزيه على الرغم ان ما شفتش يعني السنه اللي فاتت مثلا لما اتكلمنا على صفقه ايرلينج هالاند قلنا في صفقه من عاده تقيل، وقيس على كده يعني كل موسم بيبقى لازم في صفقه، جاك جريليتش كانت صفقه برده من عاده تقيل، السنه دي ما تقدرش تقول او مش عارف، ده رايي طبعا، ممكن ماجد ممكن مصطفى يبقوا مختلفين، لكن خلينا نشوف الميركاتو الاول ازاي استعدت الانديه الانجليزيه للبريمير ليج، وايه هي اهم الصفقات من وجهه نظر كل واحد فيكم. هبدا بمصطفى، اهم الصفقات يعني، انت مع مين في انجلترا السنه دي؟ انا مع مين دايما؟ انا دايما مع الارسنال، دايما مع الارسنال، انا ماجد نفس الارسنال برضه، انا بميل احنا الجيل اللي طلع على احنا الجيل هنا ليه؟ ايوه ايوه ده كان في عصابه ساعتها وبريس، وللاسف احنا طلعنا بنحب ارسنال بسبب هنري وهو اعتزل، ومن ساعتها بيركام انا كنت بحب بيركام جدا. طب بس ارتيتا عمل شغل كويس السنه اللي فاتت، انا ارتيتا يعني انا بشوفه ان هو شبه يعني، مش عايز اقول هو تلميذ جوارديولا بصراحه، احنا لازم نقول الحقيقه، هو نفس المدرسه في اختيار اللاعبين، في طريقه اللعب، في الاستحواذ. انا الارسنال الموسم اللي فات مش هقول طبعا ان هو قدم موسم كبير، هو فعلا قدم موسم كبير جدا، هقول على الاقل كان يستحق بطوله بصراحه، لولا طبعا السيتي. انا عارف ان السيتي جامد يا جماعه، بص السيتي السيتي يعني الارسنال عمل زي السيتي في بدايه، لما كان يعني في بدايه الطفره بتاعه السيتي، فعز ما هو كان بادي وكده، في الاخر برضه اتاخد منه الدوري في الاخر. فالارسنال عمل كده طول الدوري، كان يعني متفوق ومتصدر، لكن الخبرات وقوه جوارديولا مع مانشستر سيتي والسكواد بتاعه المميز جدا، والسكواد بتاع السيتي فرق معاه في دكه البدلاء. ايوه، انما الارسنال كانت مشكلته لما اللعيبه بدات تتصاب، فبقاش فيه طبعا، اعتقد ان اصابه خيسوس كانت ضربه كبيره جدا للارسنال. طيب نشوف قيمه ال في حاجه على فكره قبل ما نروح للارسنال، كسب على فكره، انت بعد عدت الموضوع ده عادي؟ لا خلاص، انت ما بتكلمش ليه على الموضوع ده؟ انا جايب من شامبيونز ليج وبريمير ليج بطوله، الحاجات دي انت عارف ما يعني انا كنت ناسي على فكره، افتكرت دلوقتي والله. طيب نروح لقيمه الانفاق بتاعه الانديه الانجليزيه على موسم الانتقالات، معاك يا ماجد. يمكن ارسنال يا سيدي في الصداره، ويا ريت هيجيب حاجه في الاخر، ارسنال في الصداره بفارق سلبي يعني هو
صرف تقريبا 231 مليون والانكم بتاعهم 33 مليون، ففي في جاب كبيره بس هو الاكبر من حيث الانفاق، الاكبر من حيث الانفاق. نادي تشيلسي في المركز الثاني 207 مليون صرف، دخل 253 مليون، وده طبعا هو باع تقريبا الفرقه كلها. توتنهام في المركز الثالث، ويمكن توتنهام يمكن بايرن ميونخ بيحاول بقوه ان هو يتعاقد مع هاري كين، بس انا بقول لك خلاص قربت، هي قربت بشكل كبير. طالما الصفقه فيها الحاح بتخلص في اخر اخر الساعات، في الاخر عايزين كام لازم احط على الترابيزه يا سيدي، يلا خلصنا. وبايرن ميونخ محتاجه. وامبارح انا قريت في ميرور سبورت وانا بتكلم على رفض صلاح، كانوا منزلين منشات كده انه صلاح يرفض اموال الخليج يعني، وحاطين تحت. فانا بتابع بتاع، خدت بالي كده من تصريح للمسؤولين في بايرن ميونخ انه بايرن ميونخ مش هيقبل بلا كإجابة على طلب. هم لازم يشيلوا من ساعة ليفاندوفسكي مش عارفين يعوضوا. انا بشوف ان آخر في صفقتين ولغايه دلوقتي في الانترنت كلها الموضوع ماشي هادية جدا. هي اخر يومين هتحصل صفقتين مهمين جدا. مبابي هيروح ريال مدريد؟ لا مش هيحصل السنة دي. هيحصل؟ مش هيحصل. هيحصل؟ مش هيحصل. هنشوف انا وانت اهو. ماشي. وهاري كين هيروح بايرن ميونخ، هيقعدوه دكة لغاية لما يمضي والريال يدفع ال 200 مليون زي الشاطر كده ياخد كيليان امبابي. هم ازالوا خلاص صوره، ازالوا صوره، هو ما سافرش مع الفرقة اساسا معسكر الاستعداد بتاع اليابان. وهو استبعده. ولويس انريكي من المدربين، بص مش هيبيعوا ببلاش يعني، كيليان امبابي مش هيروح ببلاش ريال مدريد. لا لازم يبقى في صفقة ترضي كل الاطراف. مش هتدفع في كيليان امبابي قعدوا دكه وبعد كده خدوا السنه الجايه. الموضوع اتحول كده ان هو الموضوع في عند شويه. ولويس انريكي مدرب، انا يعني انا من مشجعين روما، وكان هو من ايام روما هو مدرب مثير للجدل. ممكن اللي ما يعرفش لويس انريكي هو مدرب ضد الصحافه ودايما ما بيفرقش معاه النجوم. هو لو بصينا حتى في منتخب اسبانيا هو كان بيستبعد نجوم كتيره جدا، سيرجيو راموس نجوم كتير، وكان بيعتمد دايما على الشباب. طيب نعدي بسرعه بقى على الميركاتو، نبدا باول نادي معانا اعتقد انتوا جاهزين، ارسنال. الارسنال يمكن ديكلان رايس ده هو الصفقه الاهم لارسنال الموسم ده، جابه من ويست هام. لعيب صغير وامكانياته مميزه جدا، عنده 24 سنه، فأعتقد دي الصفقة الأبرز لأرسنال السيزون ده. ديكلين رايس انتقل من ويست هام لأرسنال في مقابل 116 مليون يورو. وفي هافرتس طبعاً. كي هافرتس طبعاً من تشيلسي للأرسنال 75 مليون يورو. تيمبر طبعاً من أياكس. من أياكس أمستردام. لأرسنال سنتر باك. أنا اتفرجت عليه هو. كي هافرتس وديكلين رايس طبعاً. لا انا اتفرجت عليه، هو لعيب كويس وكورته كويسه، فيعني برضه مكسب. مبسوطين يعني؟ احنا مبسوطين الصراحه. ماشي يلا استنى منافسه قويه. نروح للميركاتو اللي بعده بعد الارسنال في تشيلسي. عندنا تشيلسي كريستوفر. تشيلسي عنده مشاكل كبيره جدا جدا، ده في كارثه حصلت من يومين. اصابه المهاجم اللي هم نكونوا باللاعب الفرنسي، اصابه تكلفه 6 شهور. أوه. يعني صدمة كبيرة بالنسبة لتشيلسي، ان هم كانوا معتمدين على اعتماد كبير جدا. هو جايبينه ب 60 مليون فصراحة طبعا، وهو بالنسبة لهم هو مشى لعيب عشان يعتمد عليه اعتماد كبير. كان في كلام من تشيلسي على، انا فاكر على حد من المهاجمين، لوكاكو. لا لوكاكو لا، هو امبابي برضه بدأوا يجسوا النبض لوكيله ان هو اللي بيفكروا في ان هم ممكن يجيبوه لما عرفوا ان هو مش متاح لباريس سان جيرمان. ده الريال اللي كان بيتكلم على فلافوفيتش. فلافوفيتش فلافوفيتش صح، الريال. طيب نكمل بعد كده، عايزين نجري شويه عشان مانشستر نغطي. نروح ماونت طبعا وأونانا، دول ابرز. طبعا اللي كنا بنتكلم عليه دلوقتي ده مانشستر ابرز اللعيبه اعتقد. ماونت وأونانا، ماونت من تشيلسي قيمة الصفقة 64 مليون يورو، وأونانا طبعا من انتر ميلان ب 52 مليون يورو. ده مانشستر طبعا. ابرز التدعيمات واللعيبة اللي اعتقد هتعمل الفارق مع نادي مانشستر. دخية قصة وانتهت. قصة وانتهت ولغاية دلوقتي ما فيش في نادي. يعني لغاية دلوقتي هو خلاص اسمه بنادي النصر. شوف انا ما فيش حارس مرمى في من اول ما ابتديت اتفرج على اليونايتد يعني. دي صفقات مانشستر يونايتد طبعا. عندنا هايلاند ده المهاجم الدنماركي، عنده 20 سنه جاي من اتلانتا، 70 او 75 مليون يورو. 20 سنه جايب 10، مسجل 10 اهداف في الكالتشو الموسم اللي فات مع اتلانتا، ومسجل 6 اهداف مع منتخب الدنمارك. 20 سنه ده راس حرب.
الناس تريقت شويه على الاسم، قالت مانشستر سيتي جاب هالاند، كوبي كوبي هالاند صحيح. والدنماركي برضه سكندنافيان، يعني ده يعني ده نرويجي وده دنماركي. ف لكن هنشوفه طبعا. ميسن ماونت طبعا يمكن يكون الصفقه الابرز بالنسبه للناحيه الجماهيريه. اندري اونانا جول كيبر ظهر مع الانتر بشكل كويس جدا، وجوني ايفنز من ليستر لليونايتد فري ترانسفير. انت لو راجعت الاسماء كلها بجد مفيش صفقه سوبر السنه دي في الدوري الانجليزي، مفيش حتى الان مفيش. ما انا بقول لك ما تحسش في صفقه ولا حتى يعني. في هي الصفقه الوحيده في العالم كله هو بلينغهام، اعتقد بلينغهام هي دي الصفقه الوحيده الابرز اللي هتبقى يعني اعتقد مميزه في الدوريات كلها. خليني اقول لك انه من ساعه ما تتفرج على الكوره لغايه اللحظه اللي انتوا قاعدين فيها معايا على الهوا مفيش جول كيبر جه في المان يونايتد الا وكان اسطوره، يعني كان طبعًا اسطوره. بيتر شمايكل، فاندر سار. دخيه بالنسبه لي هو الحاجه الوحيده اللي بره، بس ليه تصديات خياليه. لا 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 بس هو حارس، لا لا كارثي ده، اخطائه كارثيه. لا كارثي جدا اخطائه كارثيه. بس هو بدا مسيرته بشكل غير كده خالص. يعني بص فاندر سار عشان تحط فيه جون، لا كان صعب، وشمايكل عشان تحط فيه جول، اساطير حاجه تكاد تكون شبه مستحيل. ولعبوا لسن كبير وكانوا متالقين. ده فابيان اسمه ايه ده؟ بارتيز طبعا. يعني كان بيقولوا عليه مجنون شويه، ما كانش بالسوء ده. صحيح. لكن خليني اقول لك دول الجول كيبرز اللي تحس ان هم لما يقول لك الجول كيبر نص الفرقه تعرف لما تشوف ده تقول نص. هل ينجح اونانا في انه يملا الفراغ ده ولا لا؟ الله اعلم. طب نروح بعد كده بس بتاعه الغريب شويه. السيتي ما عملش غير صفقتين اعتقد. صفقه ولا ليفر؟ ايه اللي جاهز معانا؟ اللي جاهز ولا معنا ليفربول؟ لا ده تشيلسي دي. الليفر هم هيلعبوا لنا دلوقتي اللي جاهز عندهم. ده السيتي. ده السيتي طبعا ده ثلاث صفقات. كوفازيتش طبعا ابرز الصفقات. الصفقه اللي بشوف ان هي يعني هنعرف قيمتها مع بدايه الموسم. ايوه لان تعويض رحيل جوندوجان اعتقد مش بالسهوله. طبعا جوندوجان ومحرز، وفي كلام كمان النهارده ان برناردو سيلفا طاير على برشلونه. فدي اعتقد وبنسبه كبيره ان هم برشلونه كان مصمم عليه الموسم اللي فات. بص انا شايف انه طبعا برناردو سيلفا بالنسبه لي لعيب مهم جدا جوكر. يعني سيلفا بالنسبه لي في مقارنه مع محرز، لا انا اسيب محرز واخلي سيلفا. لكن انا شايف انه المساحه اللي خدها في الفودن مع تالق جاك جريليتش السنه اللي فاتت ممكن البيب يفكر في انه يعيد توظيف في الفودن بشكل من الاشكال، لان انت سبت لعيبه اتنين بيلعبوا برجلهم الشمال، سايبهم بالصدفه. يعني هو اكيد زي ما انت بتقول هو بيخطط. اكيد طبعا ده اكيد شك ازاي يقدر يعوض. لكن لما تقول لي فرقه واخده تشامبيونز ليج وبريمير ليج هتسيب جوندوجان وتسيب برناردو وتسيب محرز في موسم واحد، مش منطقي. لا ولا مش منطقي. جوارديولا المدرب الوحيد في العالم اللي بيقدر يعوض لعيب بطريقه لعب. ايوه يعني ممكن يغير اللاعب بطريقه السنه اللي فاتت لما ساب كانسيلو وساب خيسوس وساب قبلهم ليروي ساني واجويرو اعتزل. كنت بشوف بقول طب ليه يعني رحيم ستيرلينج يعني ليه يا جماعه ما بيلعبوش؟ واجويرو اعتزل ده كان عنده خيسوس وجويرو ما بيلعبهمش. على كل الاحوال وجبه كرويه ممتعه انطلاقه يوم الجمعه اللي جايه للبريمير ليج. يوم الحد اللي جاي هيكون في مباراه من العرض الثقيل في بدايه الموسم، ليفربول في مواجهه تشيلسي. نتمنى انكم تستمتعوا بيها، او نسخن شويتين لغايه لما الموسم عندنا يبدا ان شاء الله. وهنتابع مع حضراتكم طبعا كل الجديد فيما يتعلق بمشوار الاهلي في المواسم اللي جايه. لو اتكلمنا على الموسم الجديد وفتره الاعداد، ايه المختلف وايه المنتظر من مارسيل كولر سريعا ماجد؟ للمره الاولى الاهلي بيعمل معسكر اوروبي من ايام مانويل جوزيه تقريبا. طب معلش هم بيبلغوني ان احنا ما عدناش على ليفربول، وما ينفعش يبقى بيتكلم على البريمير ليج ما عدناش على ليفربول. خليني اختم بالجزئيه دي بس بعد ما نروح لليفربول. يلا ليفربول سوبوسلاي دومينيك سوبوسلاي طبعا صفقه ب 70 مليون من لايبزيج الالماني. اليستر هو الصفقه. ماكليستر طبعا اعتقد صفقه مميزه. هي تدعيمات اعتقد كلوب الشنج. يعني لا اقول كلوب لا مش يعني مش في الشنج طبعا عادي. طبعا ليفربول على فكره ما بيعملش صفقات رنانه كبيره، اخره صفقتين ثلاثه في السيزون يعني، مع انه بيدفع كتير. بس هو لو بصينا لفان دايك واغلب اللعيبه لما جابها قبل ما تبقى فان دايك اللي هو النجم ليفربول، هو كان نفس دايما ده بس انا هقول لك حاجه يا احمد، ارجع كده ساعه لما دخل صلاح دخل على كوتينيو. دخل على كوتينيو. تعال بص قدام ليفربول كان عامل ازاي. كوتينيو، صلاح، فيرمينيو، ساديو ماني. بكلمك على عز يعني اعلى فترات
كوتينيو ما جاش تاني بعد ليفربول، فيرمينيو في الفتره دي، ساديو ماني في الفتره دي، صلاح في اول سيزون، انت بتتكلم على رباعي يهد الدنيا. تعالى النهارده نشوف لويس دياز. انا براهن عليه الموسم ده. بتراهن على لويس دياز؟ انا من اللعيبه اللي بحبها جدا وبحب مدرسه الستايل بتاع لعيبه لويس دياز. لكن شايف سكواد ليفربول ماجد يقدر يرجع تاني ليفربول اللي بينافس على الشامبيونز وينافس على البريمير ليج؟ اعتقد صعبه او يعني اليوروبا ليج السنه دي. عدم وجود بديل، يعني دي مشكله ليفربول الابديه السنين اللي فاتت. مفيش بديل مناسب بنفس القوه. يعني لو لعيب عندك اتصاب مش هتلاقي عندك البديل. هم السنه اللي فاتت عانوا من كميه اصابات اكتر من فريق. هي دي المشكله اللي عانى من قصه يعني الاصابات. فهو لحد دلوقتي شايفه ما حلهاش، يعني جاب صفقتين بس، ما اعتقدش ان دول اللي هينقذوا الفريق. يعني اتفق مع ماجد، اعتقد ليفربول مش هيبقى صلاح هيشيل الليله لوحده، يعني هيتظلم. يعني الموضوع هيبقى صعب خالص على ليفربول، لان المنافسه قويه في الدوري الانجليزي، واعتقد اغلب اللعيبه مشيت من الدوريات الثانيه ما عدا من الدوري الانجليزي. الدوري الانجليزي هو الدوري الوحيد اللي محافظ على هيبته يعني، وعلى السكواد بتاعه وعلى القوام بتاع اغلب اللعيبه موجوده فيه. فليفربول جزار احمد مصطفى بشكركم شكرا جزيلا، وان شاء الله تستمتعوا ببدايه الموسم، وكل ما الموسم يسخن اكتر كل ما تشرفونا وتنورونا اكتر، والكلام على الكره دايما لا ينتهي. بشكركم على وجودكم معنا في سادس. شكرا ان شاء الله. شكرا لكم على المتابعه، وبدايه ان شاء الله تكون سخنه تتمتعوا فيها بانطلاق الدوري الانجليزي ان شاء الله. ما تنسوش يوم الجمعه اللي جايه، ومن بدايه ان شاء الله من الاسبوع اللي جاي هنتابع مع حضراتكم كل ما يتعلق ب استعدادات النادي الأهلي لبداية موسم جديد. تحياتي لكم.